الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قائلت مثابة فهوى لها الفؤاد، وجعلت قياما فهي معلم ناصح، حمدا لرب العزة الذي هذا بيته عتيق مهيب لا توفيه المدايح. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح، وأتمم لنا نورنا واغفر لنا سيدي، أنت القدير، أنت القدير، أنت القدير، ومعاملك الرابح. الله كبير، الله أكبر كبيرا، صدق وعده وعفا. يا صاحب البيت، يا صاحب البيت، أذهلتني اللوائح، ما تفتح من رحمة فلا ممسك لها، فيا نعم الرحيم الكريم، فيا نعم الرحيم الكريم الفاتح. فيا نعم الكريم الرحيم الفاتح، لك الحمد. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المآزق الصعبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يخلق الخلق سدى ولا هملا حاشاه ولا لعبة. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، من تقلب وجهه في السماء رجاء أن يوجه للكعبة، فولاه الله قبلة يرضاها ليستقبلها عشية وضحاها، فهي أنسه التي تنسيه ما أتعبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره عدد الطائفين والعاكفين والركع السجود والناظرين وعشاق الكعبة. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى مثابة. والله يا أحباب، إن لنا مع الكعبة حكاية، سرها في دعوة مستجابة. ما الذي جعلنا نعشقها كل هذا العشق؟ ماذا فيك يا سواد الأستار
صنع بنا كل هذا؟ ماذا بين هذه الأحجار جعل القلوب تتفطر شوقا إلى هذا البيت العتيق؟ ماذا في هذا البيت العتيق جعل كل شيء في الدنيا يتغير إلا هو، وهو على قدمه وكونه عتيقا لا يزال هو المعشوق المحبوب. كانوا في الجاهلية يقولون عن الكعبة ليلى المعشوقة المحبوبة، لأن الكل يدعي وصلها ويتشرف بالقرب منها، حبيبة الناس، كل الناس يحبونها ويتشرفون باستقبالها. وإن من أسرار ذلك الهوى الذي أسر القلوب إليها دعوة دعاها إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قضية أن القلوب هوت مكة وأحبت مكة وصار هواها مكة، هذه القضية قدرها الله علينا من أسباب تقديرها علينا دعوة إبراهيم. سيدنا إبراهيم دعا أن قلوبنا تحب مكة. قيل تهوي، ليس فقط معناها أن تهوى، وإنما الشيء إذا هوى وقع، فنحن وقعنا في شباك الحب، شباك حب مكة، وأحببناها وعشقناها وصارت هي المحبوبة وصارت هي أحب الأماكن إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وإلى كل من استنى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل رأيت الكعبة يوما في صورة؟ فقلت: جميلة، ما أجمل الصورة. يا حبيبي، قد جئت لأخبرك أن الأمر أكبر من صورة. في الكعبة سحر يتلألأ لا تخبرك بكنهه صورة، فتحرك لهنالك فورا وتعال بحجة مبرورة صورة. ذا بيت الله تعالى، رحمات تتنزل وأرزاق تتوالى، دع التسويف والبخل وهيا، لا تطع شح النفس، النفس هلوعة مسعورة، وفي الكعبة دواء يشفيها لا تناله بالنظر إلى صورة. فتحرك، تحرك لهنالك فورا وتعال بحجة مبرورة. عمرك يجري والزمان لا يتوقف، والطواف هنالك أيضا لا يتوقف، إن بقيت تؤجل سيفوتك كنز تحتاجه في الموقف. الحسنة بمكة تتضاعف وجهود العابد مشكورة، فتحرك لهنالك فورا ولا تقنع بالنظر إلى صورة، وتعال بحجة مبرورة. أرني صورك السيلفي، بسماتك أحزانا تخفي، روحك تحتاج إلى حضن يجبر الروح المكسورة. فتحرك لهنالك فورا وتعال بحجة مبرورة. يا أحباب، إن الأرواح تحتاج إلى الحج لكي يجدد الله ما فيها هداية
هداية للعالمين، وإن الحج كعبادة شرع ليجمع المسلمين من كل الدنيا، إن أول بيت وضع للناس لكل الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هدى للعالمين. إنه مقصود من مقاصد الحج أن يجتمع العربي والأعجمي، الفقير والغني، الكبير والصغير، المتدين وضعيف الإيمان، الكل يجتمع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإن هدايتنا لا تكون بالنظر إلى الصور، ولكن تحرك وانوي القرب لتنال بركات الكعبة. اللهم اجمعنا في الحج المبرور يا رب. أيها الأحباب، إن كل الذين أحبوا الكعبة وتعلقوا بها لقوا في وصلها معاناة، فتحملوا واجتهدوا في الحج ولا تخافوا من التضحيات، فإن الله جل جلاله عنده ما هو باق. قال الله جل جلاله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أريدك أن تتوقع العوض من الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 ضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمعر حاج قط، الذي يحج ويعتمر لا يصيبه الفقر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أديموا الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. الفقر والذنوب ينفيهم الله، الفقر دنيا والذنوب آخرة، ينفيهم الله عز وجل عن العبد ببركة الحج والعمرة. اللهم بلغنا الحج المبرور يا رب، واجعلنا من أولياء الكعبة. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. يا عباد الله، جددوا الأشواق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.